صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من هذا الصباح. ميعادنا كل يوم في لقائنا الصباحي المعتاد على شاشه النيل الاخبار، اللي بيمتد لحوالي ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10 صباحا. من موضوعاتنا اللي هنناقشها النهارده في حلقه هذا الصباح، وحوارنا الاول هيكون موجه للشباب بشكل رئيسي، وخصوصا من هم مقبلون على الزواج وتكوين أسرة سواء من الشباب أو الشابات. مبادرة جديدة تحت اسم مأذون السعادة، هي مبادرة شبابية جديدة لتشجيع الشباب على تكوين أسرة وبناء الأسرة على أسس صحيحة ومجتمعية صحيحة، هي مبادرة في الأساس توعوية. موضوعنا الآخر اللي هنتكلم فيه في ظل أزمة الطاقة اللي بيعاني منها العالم كله والاتجاه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مجلس الوزراء بيطلق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات. هنتكلم أيضا عن هذه المبادرة بشكل أكثر تفصيلا من خلال حوارنا الآخر في حلقة النهاردة من هذا الصباح، بجانب وقفتنا الثابتة الاقتصادية والرياضية وأيضا الصحفية. كل ده هيكون معنا في حلقة النهاردة من هذا الصباح، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا حلقتنا بمجموعه من الاخبار والتقارير المتنوعه والمختلفه، واولها من الامم المتحده اللي احتفلت بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه المصريه باليوم العالمي للشباب تحت شعار تضامن الاجيال. خلونا نتابع هذا التقرير اللي رصد الاحتفاليه بشكل اكثر تفصيلا ونرجع لكم مره ثانيه. تحت شعار تضامن الأجيال إيجاد عالم يتسع لجميع الأعمار، احتفلت الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للشباب، والذي يسلط الضوء هذا العام على أهمية التضامن بين الأجيال من أجل تحقيق التنمية المستدامة. عملنا حوار شبابي مجتمعي كبير جدا، خرجنا بيه بمحاور ويعني خطط اللي فيها يعني نتدخل بقى في المشكلات اللي عرضها الشباب ونبدأ أو بنشتغل فيها، فبالتالي إحنا بشكل مستمر موجودين مع الشباب المصري. احنا كوكالة لمنظمة الأمم المتحدة احنا بنعد الشباب قبل مؤتمر شرم الشيخ الكوب 27، وبنعد حاجة اسمها الكوي، هو مؤتمر للشباب بضعة أيام قبل انعقاد المؤتمر، عشان نقدر نعرف نظرتهم وأراءهم بخصوص التغيرات المناخية ونبقى جاهزين بحلول قبل انعقاد المؤتمر. انتوا الشباب الحاضر والمستقبل لمصر، يعني بنقول لهم ان الوزارة بتقدم لهم برامج وأنشطة مفيدة، بنناشدهم ان هم يستفيدوا من هذه البرامج، بنناشدهم ان هم يعني شغالين احنا على التدريب والتأهيل والتمكين لشباب مصر. كما تم عقد جلسات حوارية بين الشباب لتبادل الأفكار والاستماع لهم ودعمهم وإتاحة الفرص لهم في كافة المجالات. من قبل ما المؤتمر ده يحصل كان قبليها في حلقات نقاشيه عن التنميه المستدامه، عن كون اخضر وكون متحضر، حدثونا عن اهميه الحفاظ عن البيئه، وان البيئه دي هي انت ما بتضرهاش، هي انت بتضر نفسك. يعني انا شايفه ان الامم المتحده ومنظمه العمل الدوليه وغيرهم كتير من اللي كانوا بيشاركوا جوه في المؤتمر مدعمين جدا الفكره ديت، وخاصه الجزء بتاع قضيه المناخ وازاي ان هم يطلعوا بالشباب بتوع المصريين ويدوهم الطريقه الابتكاريه والابداعيه عشان ينموا مهاراتهم وقدراتهم في المجال ده، ونقدر ان احنا نحل المشكلات كلها اللي بتواجه المجتمع عموما في حتة الجزء بتاعة المناخ. جلسات كتيرة اتعملت للشباب زي حوارات الشباب، من ضمنها جلسة زي مؤتمر تصدوا معنا، وجلسات كتير اتعملت زي منتدى شباب العالم كان من ضمن جلسات برضو لعرض الأفكار، ومنها برضو منتقى الوظائف اللي اتعرض فيه ريادة الأعمال، اللي اتعرض منها مشاكل كتير وحلول كتير كان الشباب طلعوا منهم آرائهم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت في عام 1999 على اقتراح المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب فيما يخص تعيين يوم بوصفه اليوم الدولي للشباب لإتاحة فرصة للاحتفال بأصوات الشباب وأعمالهم ومبادراتهم وتعميم مشاركتهم في جميع أنحاء العالم.
يوم العالمي للشباب هو احتفال لتذكير المجتمع بأن من يصنعون الفارق ومن يستطيعون تغيير المستقبل هم الشباب، ومن يمتلكون الخبرة والإمكانيات هم الكبار. لذا تواصل الأجيال هو الطريق لبناء دولة جديدة متطورة وواعدة. بسم الشاعر أنيل. في إطار مبادرة حياة كريمة، أكد الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، أكد أن الأوبرا المصرية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية بتنظم العديد من الحفلات داخل القرى ونجوع المحافظات اللي بينفذ فيها المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية. جاء ذلك في تصريحات خاصة للنيل الأخبار على هامش ختام مهرجان المسرح بالمسرح الروماني بالإسكندرية. نيل الأخبار أجرت حوار مع خالد داغر، نشوف جزء منه ونرجع لكم مرة تانية. مشاهدينا الكرام، على هامش اختتام فعاليات مهرجان المسرح الرومانية بمنطقة كوم الدكة بمحافظة الأسكندرية، واللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة الأسكندرية، واللي استمرت فعالياته على مدار 6 أيام متتالية. بيسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالي. دكتور خالد، بنرحب بحضرتك معي. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في ختام فعاليات المهرجان وعلى مدار 6 أيام متتالية شفنا إقبال جماهيري ونجاح غير مسبوق لفعاليات المهرجان. تكلمنا عن تنظيمكم في دار الأوبرا لمثل هذه الفعالية المهمة. الحقيقة احنا طبعا بنبقى زعلانين أكثر من الجمهور إن المهرجان بيخلص، وإن احنا بنفقد الليالي الجميلة دي والتجمع الجميل من الأسر المصرية والاستمتاع بالفقرات الفنية المقدمة. طبعا يعني كنت قلت قبل كده ان المهرجانات دي برعاية معالي رئيس الوزراء وبالتعاون ما بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار. الوزارتين الحقيقة بيوفروا لنا كل السبل ان احنا نقدر نوصل لكل مكان في مصر، كل مدينة في مصر نقدر نقدم فيها فقرات فنية، حتى المدن الصغيرة برنامج أو مبادرة حياة كريمة بنقدم من خلالها حفلات كتير جدا في قرى، يعني عايز أقول لحضرتك قرى صغيرة جدا في جميع أنحاء مصر. فالحقيقة احنا يعني دي حاجة يعني بالنسبة لنا اكتشاف ان احنا نوصل لكل الناس دي ونشوف قد ايه بنقدر نساعدهم وقد ايه هم بمبسوطين والموسيقى او الفنون عموما لما بتقدم للناس الحقيقة بتغير كتير قوي في سلوكهم وحياتهم. يعني الموسيقى شيء جميل جدا. دكتور خالد، مع ختام المهرجان وايام قليله وبتفصلنا عن انطلاق مهرجان اخر لا يقل اهميه وهو مهرجان قلعه صلاح الدين الدولي اللي دار الاوبرا ايضا هي اللي بتنظمه، تكلمنا عن هذه الفعاليه خصوصا ان انتوا هتقدموا تقريبا 42 حفل. احنا 18 يوم كل يوم في فقرتين بشكل اساسي، بس في بعض الايام فيها 3 فقرات. عايز اقول لحضرتك ان مهرجان القلعه دي الدوره ال30، وكمان الدوره ال30 دي لا هو كمان مهرجان معاه الشهره الدوليه. ويعني طبعا نفسنا تبقى كل المهرجانات اللي في مصر تبقى يعني تملك الشهره الدوليه ديت. مهرجان القلعه طبعا عايز اقول لحضرتك كل اهالي القاهره بتستناه بجد، خصوصا انه بيحقق العداله الثقافيه نقدر نقول طبعا، وبيجي له كمان من المحافظات وبنفس الاسلوب برضو بنقدم فقرات مختلفه. بقى يعني هقول لحضرتك في مهرجان القلعه علشان عندنا ايام كتير وحفلات او فقرات فنيه كتيره بنقدر نعمل اكثر يعني تنوع اكثر. والحقيقه بقى يعني في جمهور بيتغير مع تغير الفقره الفنيه او النجم اللي بيغني، وفي جمهور بقى بيجي كل يوم بيستمتع. دي الاسره المصريه، هم بيطلعوا بيستمتعوا بالجو الجميل بالمكان التاريخي العظيم. من اجمل المهرجانات في رايي انا، او من احب المهرجانات ليا اللي هي الموجوده في مصر، اللي هي الجمهور ايضا وللجمهور طبعا الكبير اللي بنلاحظه.
طبعا، وده طبعا زي ما حضرتك عارفه والجمهور كله عارف ان ده يعني بدون يعني مقابل، يعني هو 20 جنيه بس لدخول الحفلتين، يعني ب 20 جنيه يقدر يحضر الحفلتين اي مواطن. دكتور خالد، يعني المبادره الرئاسيه حياه كريمه، كل الدوله وكل الوزارات والمؤسسات بتعمل من خلالها. حضرتك تحدثت عن وجود حفلات لحياه كريمه والمناطق اللي فيها حياه كريمه، تكلمنا بشكل اوضح. هي الحقيقه مبادره حياه كريمه هي يعني بنحاول ان احنا نوصل يعني كل ابناء المجتمع يبقى عندهم نفس العداله في الثقافه، يعني على الاقل احنا بنتعامل مع المبادره دي من خلال الثقافه او الفنون، فبالتعاون مع هيئه اصول الثقافه ودار الاوبرا المصريه بنقدم عروض في كل القرى المصريه. يعني احنا حتى في حياه كريمه ما بنروحش المدن، يعني بنروح المدن الكبيره، لا احنا بنروح القرى الصغيره اللي هم بيبقوا يعني مش مصدقين ان ممكن يبقى في حفله هنا. والحقيقه برضو الوزاره موفره لنا كل حاجه ان احنا نقدر يعني نعمل مسارح متنقله نقدم فيها العروض الفنيه الغنائيه والمسرحيه، فده من حق ابناء الوطن جميعا ان هم يوصل لهم دوت او ده يبقى مقدم ليهم بشكل يعني بشكل غير مسبوق من خلال المبادره الرئاسيه حياه كريمه، واللي بالفعل قدرت توصل لكل القرى والنجوع داخل كل المحافظات في جمهوريه مصر العربيه. يعني حتى الفن والثقافه وصلت للنجوع والكفور. بالظبط كده، وده هدف سامي بصراحه، هدف جميل برضو، ده قدر من السعادة احنا كمنظمين يعني بنوصل له لما بنلاقي بقى الناس اللي هي عمرها ما شافت حفلة، عمرها ما شافت مسرح يعني بالشكل ده، عمرها ما شافت عروض لان برضو بنحاول نقدم لهم عروض مختلفة، ما بنقدم لهمش الانماط النسخية بتاعتهم او بتاعت المكان بس، لا يعني بيبقى فيه تنوع وبنروح كل مكان بنروحه بنكرر، يعني مش بس مرة وخلاص، لا يعني بنحاول ان احنا طول الوقت نبقى متواجدين يعني. تمام، احنا بنشكر سيادتك جزيل الشكر الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. كتير من الابتكارات والاختراعات الجديدة الحقيقة بيكون وراها طلاب أو شباب أو حتى أطفال، ودايما الابتكارات دي بيكون وراها حلول لمشاكل كبيرة سواء صحية أو اجتماعية أو اقتصادية. 5 طلاب مصريين فازوا بالمركز الأول في مسابقة تصميم الرعاية الصحية العالمية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية لتصميم جهاز لفحص مستوى السكر في الدم بدون ألم أو وخز بالإبر. الطلاب بيقولوا ان جهاز جلوكو كليب بيهدف الى ان يكون بديلا عن وخز الاصابع او غيره من اختبارات الدم المؤلمة، وده ممكن يساعد الملايين من مرضى السكر في جميع انحاء العالم. الجهاز بيستخدم التحليل الطيفي للاشعة تحت الحمراء القريبة، وبيتصل بتطبيق على الهاتف المحمول، وبيتيح وسيلة مريحة واكثر سهولة لمراقبة مستويات السكر في الدم. الجهاز فاز بالمركز الأول في مسابقة تصميم الرعاية الصحية العالمية بجامعة جونز هوبكنز لعام 2022 دعما لمسار الخدمات الصحية الرقمية، وبيأمل الطلاب في إجراء المزيد من الاختبارات على الجهاز لطرحه في الأسواق في أقرب وقت. أما في العاصمة الأردنية عمان، لجأ مهندس زراعي أردني لوسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على منتجات بلاده الزراعية. خلونا نشوف من خلال هذا التقرير ازاي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الامر. يعشق المهندس الزراعي الاردني صهيب عياد المنتجات الزراعية المحلية التي تجود بها ارض بلاده، ومن هنا اراد ان يتعرف الشعب الاردني على الخيرات التي تخرج من ارضه. فبعد ان ذهب في رحلة ميدانية الى غور الاردن سلة الخبز الخصبة في البلاد اثناء دراسته، شعر عياد بضرورة ان يتعرف المواطن الاردني العادي على المنتجات التي يستهلكها ولكن في اماكن اخرى غير رفوف المتاجر.
شوف انا تخرجت من 2017 في الجامعه الاردنيه، بلش حبي بالزراعه لما نزلنا فصل الغور العملي. كان في عندنا تجربه عمليه في التعامل مع النبات والتعامل مع المحتوى، نيجي نحكي الزراعه بشكل عملي. تعمقت في الموضوع، صرت اقرا على الانترنت، حبيت الموضوع، صرت اصور المنتجات الزراعيه اللي بشوفها عندنا في محطه الابحاث في الجامعه الاردنيه. الناس صارت احس في تفاعل كبير مع موضوع الزراعه، كيف تشوف الناس المنتج الفريش قبل ما يوصل السوق، تشوف التفاصيل. هاي الناس كلها حاليا في ظل انشغالها في حياتها العمليه ما بتشوف هاي المنتجات الا فاينل برودكت في السوق بتشوف. بدأ الشاب الأردني المولع بالزراعة في نشر مقاطع فيديو وصور تسلط الضوء على عملية الزراعة ومتاعب المزارعين لزيادة الوعي بأهمية القطاع، وبعد أن أصبح له عشرات الآلاف من المتابعين المهتمين بتقنيات الزراعة المحلية، لعب تواجد عياد على وسائل التواصل الاجتماعي دورا في ربط المزارعين بكيانات أجنبية وبتجار لتسويق منتجاتهم. ويؤكد عياد على أهمية موضوع الأمن الغذائي وضرورة الحفاظ على الإنتاج الزراعي بالأردن، خاصة في الظروف التي يمر بها العالم حاليا. الأمن الغذائي مهم جدا 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 أن نحافظ على المنتج الزراعي في الأردن، ونحفظ طبعا، نحاول نقلل التكاليف على المزارع الموجودة حاليا، وتكاليف العمالة اللي هي كثير مكلفة حاليا، وتكاليف المياه. نحاول ندعم المزارع، نحاول نأسس له جمعيات بتدعمه في موضوع التصدير، تصريف المنتج المحلي. الطريقة التي يروج بها الأردني صهيب عياد لاقت استحسانا من فلاح الأردن. والله المهندس صهيب مبادرته كثير حلوة، ويعني بطلق جو جديد في المزارع، وبيعكس خلينا نقول يعني بعض المناطق اللي وقعها جميل، وزائد انه بيعكس معاناة المزارعين، يعني بيعكس الثمرة الحلوة ومجهود المزارع. وينتج القطاع الزراعي نحو 45% من احتياجات البلاد، بينما يتم استيراد 55% من المواد الغذائية المستهلكة في الأردن، وخاصة الأطعمة الأساسية مثل القمح والبقول، حسب ما كشف تقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير 2022. ومن الأردن خلونا نروح للبنان، وتحديدا في منطقة حولة واللي بيقوم فيها مواطن لبناني بتصنيع العسل فقط بدافع من حبه الشديد للنحل والعسل. نتابع التقرير ونرجع لكم مرة تانية. كانت بداية تعارف بين محمد عبد السلام والنحل بداية صاخبة في عام 2010، عندما اصطدم بخلية نحل مع والده. ورغم تفاديه للسعات النحل، أصيب بالرهبة من هذه الكائنات الصغيرة، وبعد أكثر من 11 عاما أصبح يمتلك منحلا خاصا يحتوي على أكثر من 100 خلية وينتج حوالي طن من العسل سنويا. تربية النحل بلشت فيها من الأساس هواية وحبيتها، وطبيعتي بس حب الشغلة بعطيها من قلبي، يعني كنت أول فتراتي وبدايتي ما كنت أنتج هالمردود المادي، كنت كل شيء طلع وحطه على هالنحل، لأن النحل بحد ذاتها يعني بتصير واحد مثل مربي ولد، بصير يهتم فيه ويعطيه من قلبه. فالنحل غرامي، يعني في نحل ونام نحل، وكل حياتي بالنحل. أبدا من موضوع بس شغل، يعني ما بتعاطى معها بس شغل، هي بناية شغل بس ما بتعاطى معها فقط شغل. ورغم شعور عبد السلام بالرضا بشكل عام عن حصاد هذا العام، لكن القلق يتملكه بشأن مبيعاته وسط الانهيار المالي في لبنان وأثار تغير المناخ على منتجاته. وضع الاقتصادي للبلد بشكل عام بيأثر علينا من ناحية تصريف الانتاج بشكل أساسي، بالنسبة لتخف القدرة الشرائية عند الزبائن، أزمات اللي اجت، الأزمات الصحية من كورونا ومن المرض الثاني اللي عم بينحكى فيه جدر القروض. فالعالم في اقبال على العسل، ولكن بعده خفيف لان القدره الشرائيه عندهم خفيفه، مع ان العسل كثير مهم. كما عبر عبد السلام عن تخوفه من تاثير سلبي لتغير المناخ على استمراريه نجاح مشروعه. قد ما نشتغل نحن بالنحل ونهتم ونظبط، اخر شيء الموسم بده يجني من الزهر ومن الزهور ومن المراعي ومن الاعشاب. فإذا كانت المراعي، في شحب المراعي بتأثر كتير، وهي هذا اللي عم نعانيه هلأ، اللي بتيجي فترات الفرق الحراري بين ليل ونهار، والشوب اللي عم بيجي كتير بالصيف، عم بيجي شوب قاسي،
وبالشتاء عم تيجي مثل السنة اجت كتير فترات طويلة الشتاء، ما يعني ما بالعادة يصير هيك الطقس ضباب. هاي التقلبات المناخية كتير بتأثر على النحل بحد ذاته وعلى صحته وعلى قوته، وبتأثر بنفس الوقت على المراعي. المراعي أو كتير الشوب وعدم وجود مثلا الندى بيأثر كتير على الجني العسل والمحصول. ويعاني لبنان من وطأة ما وصفه البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم، كما يمثل تغير المناخ عامل تهديد آخر للنحل، وهو ما أشارت إليه الأبحاث المنشورة في مجلة ساينس عام 2020. بروسلي، أعتقد الاسم ده غني عن التعريف، هو واحد من أعظم وأمهر لاعبي الفنون القتالية على مر التاريخ. البعض مش بس بيراه أعظم من مارس الفنون القتالية، البعض بينظر لبروسلي على أنه صاحب فلسفة خاصة في الحياة كان بيطبقها من خلال ممارسته للفنون القتالية. دلوقتي بيجري افتتاح معرض دائم في سياتل بعد تأخر إطلاقه بسبب الوباء. هذا المعرض بيركز على فلسفة بروسلي في متحف وينج لوك للتجربة الأمريكية في آسيا والمحيط الهادي في سياتل، وده بدعم من مؤسسة بروسلي. قالت ابنة بروسلي شانون لي اللي بتشرف على المؤسسة ان المعرض هو امتداد لبحثها في حياة والدها كفيلسوف. وبيقع المشروع في مبنى تاريخي متواضع في الحي الصيني الدولي بالمدينة، وهتبقى مجموعة والدها المكونة من 2800 كتاب، وبتشمل موضوعات عن نظرية الفنون القتالية وصناعة الأفلام والفلسفة في المتحف بشكل دائم، وذلك إلى جانب تذكارات أخرى في معرض منفصل. مدينة سياتل هي مدينة غنية بإرث بروسلي، فيوجد بها المطعم اللي عمل فيه يوما ما، وجامعة واشنطن اللي درس فيها الفلسفة، والتقى بزوجته ليندا لي كادول، وهي التي دفن فيها في النهاية عام 1973 في مقبرة ليك فيو بحي كابيتول هيل. قال متحف هيرنيمان في لندن انه هيعيد الى الحكومة النيجيرية 72 قطعة اثرية، من بينها 12 لوحة نحاسية تعرف باسم بنين البرونزية. كان جنود بريطانيون نهبوها من مدينة بنين عام 1897، وصنعت قطع بنين البرونزية من النحاس الأصفر والبرونز في مملكة بنين الكبرى فيما يطلق عليه الآن جنوب غرب نيجيريا منذ القرن السادس عشر على الأقل فصاعدا، وهي من بين المصنوعات اليدوية الأكثر أهمية ثقافيا في إفريقيا. وتم الاستيلاء على هذه القطع إلى جانب آلاف القطع الأخرى في توغل عسكري بريطاني، وانتهى بها الأمر في متاحف في أوروبا والولايات المتحدة. وتكافح الدول الأفريقية منذ سنوات لاستعادة التحف اللي نهبها المستكشفون والمستعمرون، وأعادت السلطات الألمانية الشهر الماضي أول تمثال من أكثر من 1100 تمثال لا تقدر بثمن إلى نيجيريا في أعقاب النماذج اللي حددتها كلية جيسوس بجامعة كامبريدج ومتحف كواي برانلي في باريس العام الماضي. في محاولة أخيرة لإنقاذ حوت البيلوجا اللي كان تائه منذ أسبوع في نهر بشمال غرب فرنسا وكان يعاني وضع صحي مقلق، آلت هذه المحاولات مع الأسف إلى نهاية محزنة بعدما أنهيت معاناته بالقتل الرحيم بعد وضعه في شاحنة على اليابسة كان الخبراء بيأملوا بمعالجته فيها ونقله إلى مكان آخر أو موقع آخر يعاد منه إلى البحر. وكان الحوت اللي بيبلغ طوله 4 متر وبيعيش عادة في المياه الباردة وينظر وجود مثيل له في فرنسا، رصد يوم 2 أغسطس الجاري في المياه الدافئة والراكدة لنهر السين. وكانت معاناة الحوت أثارت موجة تعاطف واسعة في فرنسا وخارج فرنسا، وعلى إثر عملية إنقاذ غير مسبوقة وضع الحيوان اللي بيزن حوالي 800 كيلو جرام في مؤخرة شاحنة مبردة بعد 6 ساعات من الجهود لانتشاله. وأوضحت الطبيبة البيطرية في هيئة الإنقاذ أن حياته كانت في خطر بفعل وجوده في مياه غير مالحة تبلغ حرارتها 25 درجة مئوية مع عنصري التلوث والضوضاء اللي لا يلائمانه.
بالخبر ده بننهي أول فقرتنا في هذا الصباح. قادم لدينا مجموعة من أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة، بنعود بعدها لوقفتنا الصحفية. فابقوا معنا.